سيدات والسادة من كل مكان، نقدم لحضراتكم نشرة أخبارية مفصلة من تلفزيون حضرموت ونستهلها بأهم العناوين. اللواء الزبيدي يشيد بجهود هيئة التأمينات في انتظام صرف معاشات المتقاعدين. اللواء الركن البحسني يطلع على سير عمل إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت ومستوى تنفيذها للخطط الأمنية. افتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع النفطية والتنموية وتفقد مشروع للأمن الغذائي بالمكلا. ومن الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. اطلع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزبيدي خلال لقائه بالعاصمة المؤقتة عدن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد عبد الله باديب على سير العمل في الوزارة والجهود المبذولة مع المنظمات الدولية الداعمة وتطوير علاقات التعاون معها وبناء علاقات مع جهات جديدة بهدف توفير مزيد من الدعم المالي والفني للمشاريع التنموية. كما استمع النائب الزبيدي من الوزير باديب إلى شرح موجز عن جملة المشاريع التي ينفذها الصندوق العربي للتنمية وعدد من المنظمات الدولية والجهات الداعمة في قطاع الطرق وتأهيل البنى التحتية للمؤسسات التعليمية والأكاديمية والكهرباء والصحة في عدن والمحافظات المحررة وأبرز الصعوبات التي تواجهها وسبل حلها. وأكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي على الدور المهم الذي تطلع به وزارة التخطيط في وضع الخطط المتوسطة والطويلة وبرامج التنمية الشاملة ومشاريع التنمية بأنواعها التي تمثل خطط وبرنامج لعمل الحكومة بما يسهم في انتشار البلاد من وضعها الحالي، مشددا على أهمية تكثيف التواصل مع المنظمات الدولية لسرعة نقل وفتح مقراتها في العاصمة المؤقتة عدن باعتبارها عاصمة البلاد ومقرا للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا. وجدد الزبيدي دعوته لقيادة الوزارة لرفع درجة التنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية لتسهيل حركة طواقم المنظمات والبعثات الدولية في عدن وبقية المحافظات. التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بمكتبه في العاصمة المؤقتة عدن اليوم علي ناصر الهدار رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات. واستمع اللواء الزبيدي من الهدار إلى شرح عن نشاط الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات خلال العام المنصرم والنصف الأول من العام الجاري، مشيدا بالجهود التي تبذلها رئاسة الهيئة لصرف معاشات المتقاعدين بانتظام ونجاحها في نقل المركز الرئيس للهيئة من صنعاء إلى العاصمة عدن منذ العام 2016. وناقش اللواء الزبيدي مع رئيس الهيئة السبل الممكنة لرفع الحد الأدنى للأجور وتقديمه إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره. كما اطلع النائب الزبيدي في اللقاء على استثمارات الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في المناطق المحررة، موجها السلطات المحلية وأجهزة الأمن في المحافظات باستعادة أصول الهيئة وإخراج مقتحمي المباني التابعة لها. التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم اللواء الركن عبد الله يحيى جابر وكيل وزارة الداخلية لشؤون الموارد البشرية والمالية. وفي اللقاء اطلع اللواء الزبيدي من الوكيل جابر على سير العمل في قطاع الموارد البشرية والمالية بالوزارة والجهود المبذولة للارتقاء بأداء القطاع وتطوير آلياته لمواكبة تطورات المرحلة. وشدد اللواء الزبيدي في اللقاء على أهمية بذل المزيد من الجهود لترتيب وتنظيم قطاع الموارد البشرية والمالية في الوزارة بما يضمن صرف مستحقات القوات الأمنية بصورة منتظمة وتجاوز الاختلالات التي شهدتها المدة الماضية.
التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اللواء الركن فرج سليمين البحصاني اليوم بمدينة المكلا المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد مطيع سعيد المنهالي. واستمع النائب البحصاني من العميد المنهالي إلى سير عمل إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت وسير عمل مراكز الشرطة بالمديريات ومدى تنفيذ الخطط الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار والممتلكات العامة والخاصة وسلامة المواطنين وضبط الخارجين عن النظام والقانون، وكذا ما حققته الأجهزة الأمنية خلال المدة الماضية من إنجازات، والتي كان آخرها ضبط عصابة قامت بسرقة أحد فروع صرافة العمقي وإحالتهم للجهات المختصة لمحاسبتهم. وأكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي أهمية الحفاظ على ما تحقق لمديريات الساحل من أمن واستقرار بعد تحريرها من فلول الشر والإرهاب وبذل جهود أكبر لتعزيز مستوى الحالة الأمنية، مبديا استعداد مجلس القيادة الرئاسي لدعم الخطط الأمنية كافة بما يمكن الأجهزة الأمنية من تنفيذ مهامها على أكمل وجه. وشدد اللواء الركن البحصاني على ضرورة إيلاء الضباط الشباب جل الرعاية والاهتمام وتمكين من إدارة بعض المناصب القيادية وتقديم لهم النصائح والإرشادات ومساندتهم في أداء مهامهم الوطنية والأمنية، حاثا بالجلوس مع الضباط وصف الضباط والجنود والاستماع إلى مشاكلهم وهمومهم والبحث عن معالجات وفقا والإمكانات المتاحة لحلها. افتتح وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد سليمان الشماسي ومحافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي ومعهما نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي والأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت صالح العمقي والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية طارق الوليد اليوم بمنشآت منطقة خلف بالمكلا خزانين للنفط بسعة 23 ألف طن ضمن مشروع الخزن الاستراتيجي الاحترازي الآمن لشركة النفط بساحل حضرموت. يأتي المشروع ضمن مساعي الشركة لاستخدام نظام يكفل حماية المنتجات البترولية وتأمين احتياجات الجهات المهمة والحيوية في أوقات الأزمات والطوارئ، ليرتفع عدد خزانات الوقود الإجمالية التابعة لشركة النفط بساحل حضرموت إلى 10 خزانات بسعة إجمالية تبلغ 63 ألف طن. ووضع الوزير الشماسي والمحافظ بن ماضي حجر الأساس لمشروع إنارة شوارع المدن الرئيسة بساحل حضرموت بالطاقة الشمسية بتمويل من شركة النفط بساحل حضرموت تدشينا لبدء العمل بالمشروع الذي يأتي ضمن تدخلات الشركة المجتمعية وللتخفيف من أعباء توليد الكهرباء عبر توفير أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية للمدن الرئيسة. المشروع ينفذ على مراحل تشمل الأولى إنارة شوارع مدينة المكلا الممتدة من حلة غربا حتى الريان شرقا، وتشمل المرحلة الثانية إنارة ما تبقى من شوارع مدن المكلا وشحير وغيل بوزير والشحر والحامي والديس الشرقية امتدادا إلى الريدة الشرقية. ويتضمن المشروع تركيب إشارات ضوئية مرورية في التقاطعات المهمة لتنظيم حركة السير والحد من الحوادث. اطلع وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد سليمان الشماسي ومحافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي ومعهما نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي والأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت صالح العمقي اليوم بميناء المكلا على سير العمل بمشروع مصنع الريادة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق التابع لشركة مسلم التجارية. واستمع الوزير والمحافظ من رئيس مجلس إدارة المصنع الشيخ أبو بكر عبد الله عقيل مسلم ومدير المصنع المهندس إحسان واصف إلى مكونات المشروع المتوقع افتتاحه رسميا وبدء الإنتاج مطلع العام القادم. يهدف المشروع إلى تأمين احتياجات المجتمع من الغذاء والإسهام في رفع المخزون الاستراتيجي للأمن الغذائي لحضرموت والمحافظات المجاورة وخلق فرص عمل للشباب. وأشاد الوزير والمحافظ بالمصنع الذي يعد أكبر مخزن للحبوب في حضرموت مزودا بأحدث أجهزة المراقبة للحفاظ على المنتج، وتم تزويده بنظام التشغيل الأوتوماتيكي للتبريد ورفده بأجهزة مختبر حديثة لمتابعة أعمال الفحوصات للقمح بشكل دوري. تدشين أيضا المرحلة الأولى من مشروع الطاقة الشمسية التي ستعتبر المساهمة الاجتماعية لوزارة النفط ومطلب شركة النفط
في إنارة الشوارع الرئيسية بمدينة المقلة إلى منطقة الريان بالطاقة الشمسية. طبعا مشروع الخزن في حضرموت عانينا منه كثير جدا، يعني كان فعلا الطاقة الاستيعابية للخزن كنا نتحدث عن أقل من 40,000 طن، اليوم نحن رفعنا بمعدل 50% من الطاقة المتوفرة الآن الاستيعابية، الآن وصلنا حوالي إلى 62,000 طن. عندنا مشروع خلال هذا العام إن شاء الله نوضع له حجر الأساس ب20,000 طن في منطقة أو في وادي حضرموت، وأيضا عندنا مشروع خزن سيتم أيضا في منطقة في محافظة مأرب قريبا إن شاء الله، نعد الدراسات الآن بيكون عندنا منشآت للخزن المشتقات النفطية في مأرب وفي سيوة إن شاء الله. نفتتح المرحلة الأولى من إنارة مدن الساحل على الطاقة الشمسية لتوفر أولا لغرضين، توفير الطاقة، توفير الجهد والطاقة الكهربائية، وثانيا يعني حقيقة أنها تكون خدمة الإضاءة والإنارة في محافظة حضرموت لتضيء بعد ظلام دامس، نعيد لها نورها إن شاء الله بإذن الله. وإحنا اليوم أيضا افتتحنا الخزن الاستراتيجي في 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 منطقة خلف بسعة خزان 18,000 والآخر 5,000 لتزيد من الطاقة الاستيعابية والمخزون الاستراتيجي في النفط لمحافظة حضرموت ولجميع محافظات اليمن. اليوم تم زيارة لافتتاح صوامع مجموعة مسلم وهي أكثر من 30,000 طن للخزن، وأيضا في صوامع أخرى الآن تتجهز في خارج الميناء أيضا، وتنطلق اليوم حضرموت يعني بجهود حثيثة من الأخ المحافظ في نحو مستقبل آمن، نتكلم على خزن استراتيجي من نحو الأمن الغذائي. وجه وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي الهيئة العامة لحماية البيئة وفرعها في سقطرى بتعزيز الدور الرقابي وحضورها المستمر في المنافذ البحرية والجوية للتعاون مع الجهات المختصة الأخرى وإجراء الفحص والتفتيش لكل الصادرات والواردات من وإلى أرخبيل سقطرى، وتفعيل دورها لرفع الوعي البيئي في الجزيرة المدرجة على قائمة التراث العالمي. وشدد الشرجبي على أهمية التكامل والتنسيق بين الهيئة ومختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لمكافحة التهريب والجرائم البيئية ومتابعة قضية التهريب التي تم ضبطها مؤخرا في ميناء الجزيرة والتي كانت تحمل عينة ل11 نوعا من البذور المتوطنة والمهددة بالانقراض على المستوى العالمي، والتي تحظر القوانين والاتفاقات الدولية والمحلية تصديرها والإتجار بها إلا ضمن أطر قانونية تضمن سلامة النوع وبقائه. وأكد ضرورة رفع تقرير مفصل بما وصلت إليه التحقيقات وتحديد الجهات التي خططت ونظمت للعملية نظرا لمعايير التخزين والتغليف التي تشيء بتخطيط وترتيب منظم ومتخصص. كرم المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد مطياس عيد المنهالي عددا من ضباط وأفراد إدارة الأدلة الجنائية بالمديريات الشرقية وإدارة البحث الجنائي بساحل حضرموت. وأشاد العميد المنهالي بجهود إدارتي البحث الجنائي والأدلة الجنائية بساحل حضرموت في كشف الجرائم بمختلف أشكالها وأنواعها ورصد وتتبع المجرمين والمخالفين للنظام والقانون وضبطهم. وسلم العميد المنهالي الضباط والأفراد شهادات شكر منوها أن العمل في الميدان يتطلب إرادة قوية وهمة عالية وحبا وإخلاصا للمهنة المشرفة التي يحملها هؤلاء الضباط والأفراد الذين أقسموا على حماية مقتدرات الوطن وممتلكات المواطن. استعرض الدكتور محمد صالح الجمحي المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الساحل لدى لقائه المدير العام لمديرية حجر عمر أحمد بادبيان آلية سير الخدمات الطبية والعلاجية في المرافق الصحية في المديرية، وناقش اللقاء تحسين وتطوير مستوى الخدمات الصحية ورفع آدائها بما يسهم في خدمة المرضى ضمن خطة مكتب وزارة الصحة وسكان المحافظة للنهوض بالقطاع الصحي لتقديم خدمات طبية نوعية للمواطنين في عموم مديريات المحافظة.
دشن المدير العام لمديرية دوعن سالم أحمد بانخر والمدير العام للهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بساحل حضرموت المهندس زاهر باخوار مشروع تركيب منظومة طاقة شمسية لمشروع مياه الجبيل بمنطقة لجرات مديرية دوعن بدعم من منظمة اليونيسف وتمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. المشروع يتكون من مضخة بقدرة 30 كيلو وات وألواح شمسية بقدرة 45 كيلو مع غرفة تحكم ويستفيد منه 1500 نسمة. وأشاد بانخر في كلمته بجهود الهيئة العامة لمياه الريف ومنظمة اليونيسف وتدخلاتها في المديرية ومن بينها هذا المشروع الحيوي. وأوضح المهندس بخوار من جانبه إلى أن منظمة اليونيسف مولت المشروع بالكامل نظرا لحاجة المنطقة، لافتا إلى أن هذا المشروع تم تنفيذه في المدة الزمنية المحددة ووفق ما هو مخطط له داعيا لجنة المشروع وأهالي المنطقة للحفاظ عليه. شارك وفد شبابي يمني يمثلون عددا من المواقع الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة في فعاليات الملتقى الإعلامي الرابع للنادي الدولي للأعلام الرياضي الذي اختتم أعماله في مدينة صلالة بسلطنة عمان برعاية كريمة من رئيس نادي ظفار الشيخ علي بن أحمد الرواس. وناقش الملتقى الذي شارك فيه 70 إعلاميا وإعلامية من مختلف دول العالم على مدى 3 أيام عددا من المحاور المتنوعة حول تعزيز مهارات الإعلاميين والارتقاء بأدائهم في مختلف المجالات لمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة خاصة في المجال الرياضي. وتخللت فعاليات الملتقى زيارات متنوعة لعدد من المواقع الأثرية والسياحية التي تزخر بها المحافظة. والآن إلى حالة الطقس، حيث تشهد مدن ساحل حضرموت أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة دافئة نهارا إلى معتدلة ليلا. وفي أرياف الساحل والهضبة الجنوبية أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة حارة نهارا إلى معتدلة ليلا. فيما تشهد مناطق وادي وصحراء حضرموت والهضبة الشمالية أجواء صحوة بوجه عام ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة حارة نهارا إلى معتدلة نسبيا ليلا. نهاية النشرة مشاهدينا الأعزاء، إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. اللواء الزبيدي يشيد بجهود هيئة التأمينات في انتظام صرف معاشات المتقاعدين. اللواء الركن البحسني يطلع على سير عمل إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت ومستوى تنفيذها للخطط الأمنية.
افتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع النفطية والتنموية وتفقد مشروع للأمن الغذائي بالمكلا. ولمتابعة المزيد من نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تلفزيون حضرموت. نشكركم مشاهدينا الأعزاء على كرم المتابعة. دمتم في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.